بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه والولاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع سلسلة مسؤولية الطب بين التقدير واللامبالاة. الطب ليست نظريات وليست مسائل عملية يقوم بها، بل يجب أن يكون شعار الطبيب هو الأخلاق. الأخلاق هي كلها، خص الأخلاق، لأن سيقول أمير الشعراء إنما رحمة الله عليه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم، ذهبوا حيث الطبيب ما يبقاش فيه أخلاق، والطبيب ما تيبقاش يعطيك حتى الوقت باش تكلم معاه، ومسؤولية ديال داك المريض اللي جا عندك جا مستسلم صافي، هز يدي تيقول لك بالتسليم، بالتسليم الأطباء، بالتسليم أنا جاي لعندك، قلتي لي تمحط تيتمحط، إيوا ما تغشوش، عطيه الوقيت ديالو، تكلم معاه، سولو، عرف هذاك الشيء، ماشي اش عندك طق 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 وتعطي هذاك وتقول لي يلاه سير خلص. ومسكين دابا ماشي هكا، سير دير تحليلات، سير دير كذا كذا، مشيت عند الطبيب من الاطباء اللي هما صالحين، قال لك انا ما تنطلبش تحليلات، كاين عندي السيمولوجيا تنشوفوا انا هذاك السيد مسكين ما فحالوش، باش غادي يمشي واحد 200 فرانك ولا شي حاجه، ما عنده لا ميتيال لا والو، باش نجي انا باش نقول ليه عاد نعطي انا الدواء، انا تنشوف وتنقدر وتنسول هكا وتنسول هكا، هذا من الاطباء النموذج، ونسولو ونشوفو داك الشيء هذا كشكليتي اش كذا اش كذا كذا، بحال شي وحده الدري ديالها تتوقفو تيطيح تتوقفو تيطيح، ومشات عند الطبيب من هذوك الاطباء الصالحين داك الشيء تيقلب ومخلوعه، وشنو طرا الولدية ما تقاس بشي جن ولا شي حاجه، تيصيبو لصقات ليه مع الظلام وداك الشيء، بغات تلبس ليه السروال ولبست ليه جوج رجلين في واحد الفرده وحده في واحد الرجل وحده، وبطبيعه الحال تيوقف ويطيح. فهو شاف داك الشيء هذاك ماشي شد ولده بقى تيقلب هكا وعطاها سميتو لوردونونس وكذا وسير، لا لا قلب صافي، مساله بسيطه صافي. فلهذا تيخص تكون الرحمه في هاد الاطباء، ويعرفوا هاد المرضى هاد اللي تيجي عندهم مسؤوليه. هاد الاطباء طلبت لك تقرير على 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 راسي، عطيني التقرير ديالي، قول لي شنو كاين شنو كاين، على اساس باش نعرف شنو هو. انا ما عرفش، تقول لي شي كلمات بالفرنسيه مصطلحات ديالها طويله فيها 16 حرف ولا شي حاجه ولا هذاك الشيء ما عرفتهاش، لا كتب لي سميتو هذا الشيء هذا، ومن بعد ذلك اعطيني هذا الشيء هذا باش نعرف انا هذا المرض هذا يمكن سميتو نعاود نسول عليه ولا نشوف داك الشيء هذا. وانت تقوم بالمهمه ديالك في الصفاء، ما يكونش عندك هذاك الغباش وتبغي مخزون هذا الشيء، سير عاود رجع، وتيمشي ويرجع عنده، يمشي ويرجع عنده، وتعطي غير اللي كالمو غير المسكنات وصافي. لا ما نضيعوش، نقول لي هذه كاينه ونصحو النصيحه اكثر، نقول لي شوف انا اطباء مشيت لعندهم في اوروبا في كثير من الدول، شدوا معايا واحد الوقت كبير قدو قداش وما عطاونيش الدواء. علاش ما تعطيوش؟ قال لك لا لا الدواء ما تنعطيوش حنايا الا في الحالات الحرجه، لان الدواء عنده عواقب سلبيه في هذا الشيء هذا، انت ما تحتاجش الدواء. حنا دابا لا، هما عندنا دابا في النظريه ديالنا الطبيب هو اللي غادي يدير لك هذا ويعمر لك عاود من موراه وداك الشيء، هذا غادي يعمرك ويسلم لك الدس ديالك. لهذا الطبيب خصو تكون يقدر هذه المسؤوليه هذه، ويعرف راسو بانه راه ماشي الطب مهنه لادخال الاموال والتجاره والربح، لا، وانما هو لخدمه الانسانيه. راه كاين اطباء بلا حدود، نصارى كفار ما عندهم لا جنه ولا نار ولا حتى شي حاجه، وتصيبوا لك جاي من تمايا الادغال ديال الافريقيه ديال تسيزي اللي تصيب لك تما، انا مشيت لافريقيا وعشت تمايا وشت داك الشيء تمايا، عندهم دوك شنيولات بالقوطاسات قدا قداش طويله، وماشي تتقرصك دابا تتقرصك في القدم، ما عندك حتى فين تحك ولا شي حاجه، مع انني درت الجلبه هنايا في الباستور في الدار البيضاء، ودرت معايا واحد الرشاشه ودرت هذا الشيء، ورغم ذلك وتيمشيو هما من الحضاره حتى الادغال ديال افريقيا باش يعالجوا الناس ويداويوهم، ما بغاو لا تجاره ولا مال ولا حتى شي حاجه. وانت المسلم انت ما عطيتي لا قدوه ولا حتى شي حاجه، انت غير ملهف على الدنيا ويسحبك باش ان التجاره والربح هو في هذاك، لكن بلاص اخرين ديال التجاره اللي حلها الله عز وجل وقال احل الله البيع وحرم الربا، سير لها من الاول. والطب خصك ما تمشي ليه الا وتكون عندك هذه النفسانيه هذه ديال خدمة البشرية، كما كان هذا الإنسان هذا مسلم ولا كافر ولا يهودي ولا مجوسي، المهم أنك تتنقد الأرواح. والسلام عليكم ورحمة الله.